تونس أمانة الرئاسة العربية إلى الجزائر الشقيقة بعد سنوات ثلاثة كانت سنوات استثنائية بكل المقاييس، في ظرف إقليمي وفي ظرف دولي استثنائي، في ظرف غير مسبوق من حيث حجم التحديات وتعدد أبعادها وتتالي الأزمات وتواتر التغيرات والمستجدات. أزمة كوفيد التي استنزفت منظومتنا الصحية وأثرت في اقتصاديات العالم كله وفي الموازنات المالية والسياسات الاجتماعية إلى الحرب، اليوم أو إلى في روسيا وأوكرانيا التي زادت من تفاقم أزمة الأمن الغذائي والطاقي، بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى وليس أقلها التغيرات المناخية والكوارث البيئية وتنامي الصراعات وما تبعها من تنامي للإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر. كل هذه الأزمات تربكت العالم كله وكان لها الأثر السلبي الكبير على بلادنا العربية، بلادنا العربية المثقلة أصلاً بكثير من القضايا وبكثير من الهدوء من المشاكل، كما أربكت النظام العالمي القائم وأثبتت هشاشته ووضعته وجها لوجه أمام نقائصه واختلال توازناته. فكأن هذه الألفية كان سنة كان هذا القرن الجديد بدأ سنة 1920 و1900. لذلك فنحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأفكار جديدة وطرق جديدة، لا لمنطقتنا ولدولنا ولأمتنا، بل للإنسانية جمعاء. وشاهدنا في السنوات الماضية كيف انغلقت دولنا على ذواتها في إطار سياسات حمائية، وكيف أصبحت الدول تبحث عن خلاص فردي، وكيف كانت المحاولات الحثيثة لنقل عديد القضايا الجوهرية للمعالجة في إطار تجمعات إقليمية ضيقة. فكأننا عدنا إلى القرن 19 حينما كانت هناك في الانقسامات والترتيبات التي حصلت في تلك الفترة. نحن في القرن 21 ولسنا في القرن 19، ومثل هذه الإجراءات أثبتت أنها غير ناجعة وأنها غير عادلة. في خضم جميع هذه التحديات لم تدخر تونس أي جهد في أن تظل القضايا العربية في صدارة الاهتمامات وعلى جدول أعمال جميع الاستحقاقات الإقليمية والدولية وحتى الثنائية
وحرصت وستحرص على إعلاء الصوت العربي الموحد وسط التجاذبات وجموع الأصوات الداعية إلى الاستقطاب والانقسامات. ودعت وستدعو إلى ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف، لأنه الإطار الأنسب لإيجاد الحلول المشتركة للأزمات الدولية. لقد سعت تونس إلى أن يكون الموقف العربي حاضراً وفاعلاً في بلورة أي تصور أو في تقديم أي حلول قد تطرح على المستوى الإقليمي أو على الصعيد الدولي، حتى لا تكون المجموعة العربية على هامش هذه الحلول أو تصاغ على حساب مصلحتنا العربية المشتركة وقضايا أمتنا. وكان لتزامن رئاسة تونس للقمة العربية مع عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال سنتي 2020 و2021، ثم أثر ذلك عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي وعضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، واحتضانها مؤخرا لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا خير سند لمساعينا حتى تتحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها إزاء قضايانا. وفي المقابل ضاعفت عضويتنا المتزامنة في هذه المنابر الدولية والإقليمية من حجم مسؤوليتنا أمام شعبنا العربي الذي تدرك بأن تونس من منطلق ثوابت سياستها الخارجية والتزامها بالدفاع عن قضايا الحق والعدل وإعلاء مبادئ الشرعية الدولية ستكون أمينة على هذه القضايا، لأنه لا حسابات لديها سوى نصرة شعوبنا دوليا وحشد الدعم لها والتضامن معها. ولقد حرصنا على أن تظل لقضايانا العربية الموجودة على جدول أعمال الأجندة الدولية صبغتها العربية، وأن تبحث التسويات وفقا للمصلحة العربية، المصلحة العربية في المفرد لا في الجمع، وذلك من خلال التأسيس لحوار دوري بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، بما يتيح المجال لفهم أعمق لقضايانا ولحشد الدعم لها، وهو ما يضفي حركية جديدة ورجعة على الدور العربي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية والمسائل الإنسانية وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، ما فتأت تونس تؤكد على ضرورة حل جميع القضايا العادلة بناء على نفس المقاييس وبناء على نفس المعايير الدولية.